السلام عليكم. شو بيدي زيت كالعادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على الـ على الـ هذا الـ المشرف على الرياضة على المنتخب الوطني، سارق المنتخب الوطني بداعي حب الوطن، الوطنية، نداء الوطن، كاع ريجيس كوميرس يمشوا بيها نكوة في بلاصة النكوة مدايرينها هذه. حنا ماجر نعرفوه. قبل ما نبداو في الحصه تاعنا نترحموا على شهدائنا تاع شهداء الجزائر، وفاني نقول لكم ما تنساوش لي كومونتير، ما تنساوش لي جيم، بارطاجو. ماذا بكم بيطون نوصلوا الصوت تاعنا، يوصل الصوت تاعنا ان شاء الله بربي. على ذيك حنا اليوم جينا ردوا على ذا زتشي، ردوا على الاتحاديه الفاشله، اتحاديه اللي تبذر في الاموال، اتحادية تاع تعرضات، اتحادية تاع كوستيمات، لافريك ما يروحوش، رئيس اتحادية، مسؤولين تاع الاتحادية ما هودوش الكاميرون، ما هودوش الزومبيا. واليوم روحوا شوفوهم في لشبونة، كاع راحوا يحجوا، راحوا مساكين يحجوا خاطر رمضان، راحوا يحجوا او يجيبوا كاع عمره من لشبونة، راحوا كاع يجيبوا عمره من لشبونة، كاع راهم فماك مساكين، كاع راهم فماك خاطر على لازم يتبعوا لك. مقابلة مهمة ومقابلة كبيرة ودخلنا في التاريخ هذه. أو ماجر قالها لهم قد تكون المباراة اليوم، مباراة اليوم الأخيرة لماجر، وتشاء الأقدار بذلك أن ينهي رابح ماجر مدرب كمدرب مسيرته كروية في البرتغال ذات الجنس الذي صنع معه مجده كلاعب. فما ما تبقاوش تغربوا منها، ماجر راح تل البرتغال وباغي فماك كيما قال لهم راهم في الجزائر راهم يطردوا فيا. قال لهم لعبنا كات سام ماتش وقيل لنا سات ماتش خسرنا، راك خاسر النيجيريا ما ربحتهاش، درت ماتش نيل، خسرت ايران، خسرت السعوديه، راك خاسر 3 ماتش وماتش نيل. تاك تحسب في رواندا اللي لعبتها في تونس، الناس قاع لعبتها، قلت لنا نلعبوا على 10 تاع الليل وانت بالعاني لعبتها على 3 تاع العشيه، فطور الشعب يتفرج فيك. حنا ماجر كي نتكلموا راك دروك خرجت الوسخ تاعك، ديته لاوروبا، صحافية عايرت الجزائر تاع لا بلجيك، وزدت انت عايرت الجزائر بطريقة غير مباشرة. بصح انت ما قلتلهمش بلي انا محبس في الرابعة، ما قلتلهمش بلي ما عنديش ديبلوم، ما قلتلهمش بلي 15 عام وانا نحطم في هذا الجيل، ما قلتلهمش بلي 4 سنين وحنا حطمنا الفريق تاعنا الفريق الوطني، ما قلتلهمش بلي عمري لا قريت. قلتلهم لو ما قلتلهمش؟ قولوا ماشي الحكومه يطرد فيا، قولوا الشعب فاق بيا، وما نتايا داروك حطوك داروك، وكاع الناس مشات معاك، هذيك الصحافه والمحللين، المسؤول تاع كره القدم، الوزير الاول اللي كان هادي وذلك، كاع ولا يقولوا ما جنعطوه الوقت، كاع هذا بوطاجي اللي راه يدور، زين عامر كمال مهوي فيسا، قناه الهداف ما تهدرش عليها، كاع كانوا يقولوا، كاع الناس اللي كانوا يبانوا في التلفزيون كاع كانوا يقولوا ماجر نعطوه الوقت. الا الناس، الا الشعب الجزائري، شعب الابي هو اللي قال ماجر يروح، ما عندوش كفاءه. وما كاع الناس فماك هذوك اللي كانوا يبانوا على التلفزيون كاع قالوا نعطوه الوقت وخلوه يخدم، ومنه ما عادش داروا منهم ذاك بو راح ليه، لا حشمه لا حياه لا والو، ذاك صلعتني ثاني. هذو نورمال ما يقولوش حنايا لعبنا فوطمه، ما قدمتو والو نتوما. سيحاول ماجر ان يفعل اليوم مع البرتغال ما فعله مع بلجيكا منذ سنوات، سيركن الى الوراء وسيعلنها حرب رسميه على اصدقاء الامس، سيحسن دفاعه لتخفيف الأضرار ومحاولة منه معاكسة التوقعات بتلقي هزيمة مذلة. لكن هل
علم بأنه يلعب في الوقت البادل الضائع وبأنه متسلل على طول الخط. ماجر على باله بكلش، ماجر اللي مشي باغي يوخر، ماجر لو كان الشعب سكت نولو نخسرو بصون زيرو مياه بصفر ويقول لك رانا نتعلمو. ماجر وين قلعنا بالخسارة جابنا طريقة جديدة نتعلموا من الخسارة، لازم نتعلموا. قالنا اللي قد تخسروا بس تعلموا، وحنايا عندنا فريق ما تبدلش بدل زوج لثلاثة من ايام لا طاك مي تبقى تشوف فيها لا طاك تاع 2014 مليون تيرا فيها بن طالب ما تبدلش بزاف. ايا وقالنا لازم نخسروا باش تعلموا، درنا شونطي مشروع استثنائي. شوف بهدل الجزائر بهدلها، ارم السعوديه واحد سعودي شته في اليوتيوب يعاير يضحك علينا. بعد ما كانوا مي يبغوا يقولوا الجزائر يومين هما رافضين صباحهم، مي يبغوا يهضروا على الفريق الوطني كاع العرب كاع كانوا مي يبغوا يهضروا على الفريق الوطني، يقعدوا يومين هما رافضين صباحهم. شوف اليوم ترى يديروا في اليوتيوب ويعايرونا ويضحكوا علينا، قام يضحكوا علينا. ماجر نهاية القصة ماجر مع الخوض ستكون ككل حكاية سابقة، وتأتي هذه المرة بعد سقوط الوزير الهادي والدعلي الذي جر معه أصدقائه وغاب حضور الكياسين في الحمامات والمقاهي التي خفت ضجيجها. لعبوها راهم دي فاكونس، لعبوها كيما داك كمال مهوي زين عامر البارح، ما بان زين عامر البارح لا يا داك التواغ تاعو ما نأمنش فيه، غدا واش راكو يعيطوا له يقولوا له دور، تقول بلي الحاج كي والو يدور يقول الحاج كي والو. هاد الناس ما تأمنش فيهم، دوك النوي هذوك هما ما تأمنوش فيهم هادو الناس. شو المهم قنوات الخاصه الجزائريه ما نأمنش فيهم، يدوروا كي خاطر عليه ما عندهمش مبادئ، ما عندهمش شخصيه. على ما عندكمش مبادئ ما كاش اللي قاعد يهدر هدره وقعد فيها كاع كنتو دايرين كاع وليتو تعاودوا يدردوا بزاف، خاصه ديك القناه تاع الهداف شافوني ربحوا الناس اللي يبغوكم. كاين ناس يبغوكم وقعدوا مع ماجر وقعدوا ضد تشي وقعدوا ما تبقاوش دوروا على ماجر، خاص الناس اللي يبغوكم غادي يزيدوا سايك. باقيه حفنه تاع ذبان تبغيكم، تبعكم وتأمن بكم. خاطر لا درتوا على ماجر غادي ذاك الذبان يروح يخليكم، انا لا عليكم. وجف لعاب افواه بعض نوادل وانكسرت ابره جوحه المخيط اللي كان يخيط كره القدم، لكن السؤال الذي واجب طرحه الان هو ما هو دفع إصدار الفاف بيان الأخير؟ ما الذي تراه يا ترى؟ الدفاع بالفاف إلى إصدار بيان تؤكد فيه بأن هي الفاف، فمن الطبيعي زعمك تفرض روحها، هي اللي تفرض روحها. إن تكون المسألة إبقاء على المغتصب الفريق الوطني من المهام تاعو تخص الفاف وليس غيرها، ولماذا لم تصدر بيان تؤكد فيه بأنها هي من عينت ماجر قبل 7 أشهر؟ حنا كي قالوا بلي حنا اللي نحكموا، حنا اللي نطردوا ماجر، حنا اللي خلوا ماجر، بصح حنا يا بغينا إن شاء الله بربي هذه الفاق تخرج لينا وتقولنا أنا اللي عينت ماجر، على سكتوا 7 أشهر وما ساكتين. الأكيد أن بيان الفاق جاء متأخر وحمل دلالات إملاء، فحتى زتشي الذي جاء به ذات ليلة إلى مبنى دال إبراهيم صار كمدربه يلعب في الوقت البادل الضائع ومتسلل وهو الأخير أيضا وعلى طول الخط. ماجر سبق له أن أعلنها رفضه الاستقالة، وزتشي نظر في المر حنا كي نتكلموا كيما هكا، هذا الناس نتكلموا على هاد الناس كيما هكا كي نقولوا بلي زاتي راه فاني كيما المدرب تاعو. زاتي
بالكم حاسبين زاتي على راه يبروفيتي ويبيع في اللعابه ويدير لهم طق طق عليه عليه. زاتي مشى مأمن باللي بروحه راه رئيس اتحاديه قاع كل يوم يقرا الاستقاله. انا نقولها لكم زاتي كل يوم يقرا الاستقاله. مناه مناه منكم انتوما الشعب، منكم انتوما الناس تاع اليوتيوب والناس تاع تاع الفيسبوك. القصف كلام خايف خاطر على الحكومه غادي كاش نهار مسؤول يديرها غير سي بحال او قاعد الناس ولا اي الو خرجوا ديروا جمعيه استعجاليه بالخفا حط استقاله تاعك وخرج. هي جايه كيما هاك هذه هي. ونتمنوا ان شاء الله بربي، نتمنوا ان شاء الله بربي وحنا كي نقولوا كيما هكا ماجر الندوه الصحفيه تاعك انت كلامك حار، انت تنمو متكبر متغطرس، عندك عزة النفس، كلامك يخرج ما يخرجش كره، كلامك متكبر. تروح تقول لهم بيطردوني انا هاكي باكي 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 تا جابوك تعرف لي جابوك كذبت على الشعب قلت لهم نداء الوطن. انت تدي في 300 متر كاري في صابلات تدي منا نهب 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 أراضي جزائرية نهب كلش كنت تقسموا الجزائر قصت أنت وبالشيخ تقسموا الجزائر ولي شغل أنتوما اللي حررتوا أنتوما اللي حررتوا الجزائر. ماجر تقول لك اللي غادي الكلام تاعك هو الذي سيعجل براحلك ووقتها لن يكون الوقت المتأخر لماجر ليغالط وكاش هذه بس جيت غلط الجمهور مجددا بقول ان الخساره الجديده هي ايضا حدث عادي، خساره عاديه ما تزعفوش والهوا علينا وعاونونا وصبروا علينا وما تخافوش. هذه تاع ما تخافوش سمعناها غير من عندك يا الكوميدي يا الفكاهي، فكاهي ممل انت فكاهي ممل. هذه هي تحيه الجزائر مجد الخلود للشهداء الابرار وصحة رمضانكم وتحية الجزائر وصحيتو. فانيك ما نساوش نهدو هاد الحصة هذه العدادي خميستي تاع الرباحية ولاية سعيدة. وفانيك كاع خاشي ولاد الجزائر اللي في الخارج اللي في الغربة ونقولوا ان شاء الله بربي ربي يحفظكم. وفانيك ولاد الجزائر اللي هنايا والجيش الوطني اللي كيما يقول لك اللي عاد سنا الحدود وفي المناطق الداخلية. وتحية الجزائر وربي يحفظكم وصحيتو.